اهلا بحضراتكم متابعينا من جديد في لايف هنتكلم فيه عن اخر مستجدات اسعار الذهب النهارده. النهارده سعر الذهب في مصر نزل بشكل غير متوقع بعد ما سعر الاوقيه عالميا هبط، خصوصا بعد ما وصل لمستويات تاريخيه لاول مره وسجل سعر 2715 دولار بعد ما كان 2758 دولار. سعر جرام عيار 21 كمان نزل بعد ما كان سجل سعر 3750 جنيه بدون مصنعية وتخطى ال 4000 جنيه مع المصنعية، وفي ناس كتير عايزة تشتري عيار 21 دلوقتي من سوق الصاغة لان هو نزل تاني وسجل حوالي 3715 جنيه للبيع رسميا بعد ما كان 3750 جنيه للشراء، ورغم كده هو لسه اقل من اعلى سعر وصل ليه في يناير اللي فات لما كان عيار 21 وصل ل 4050 جنيه. كمان عيار 18 في الفتره دي زاد بشكل كبير ووصل ل 3500 جنيه من غير مصنعيه. سعر جرام الذهب النهارده من عيار 21 مع المصنعيه بيتراوح بين 3815 جنيه و 3965 جنيه في سوق الصاغه حسب المصوغات وطريقه تشكيلها وتزيينها. كمان اسعار عيار 18 زادت، وده مهم للناس اللي عايزه تشتري مصوغات من محلات الصاغه. سعر الجنيه الذهب كمان مهم لناس كتير مستثمرين في الذهب سواء للبيع او للشراء علشان يحفظوا فلوسهم. الجنيه الذهب وزنه 8 جرام وعياره 24، سعره نزل النهارده وسجل سعر 29720 جنيه للبيع بعد ما كان 30000 جنيه للشراء، يعني فرق حوالي 300 جنيه. كمان كان اعلى سعر وصل ليه الجنيه الذهب كان 32000 جنيه في نهايه يناير لعام 2024. وياسر سعد خبير صناعة الذهب قال إن الفترة اللي جاية هتشهد ارتفاع في أسعار الذهب محليا وعالميا، وسعر الجرام هيتجاوز 5000 جنيه، وقال كمان في تصريحات ليه على التلفزيون إن أسعار الذهب في بداية السنة كانت مرتفعة بسبب تقييم السوق الخاطئ مع ارتفاع سعر الدولار، وده خلى التجار يحاولوا يحافظوا على نفسهم ضد تقلبات السوق، لكن الأسعار الحالية أقل من الطبيعي، وشدد على إن الذهب لما يلمس سعر معين هيرجع أعلى منه، وإن الفترة اللي جاية هتشهد ارتفاعات في الأسعار، والتوترات الجيوسياسية كمان بتأثر على أسعار الذهب عالميا، والزيادة في المعدن الأصفر طبيعية ومتوقعة. مشاهدينا، دي كانت آخر تفاصيل المستجدات الخاصة بأسعار الذهب. بشكركم جدا على طيب المتابعة وأتمنى أنكم تكونوا استفدتوا. استنونا في تغطية إخبارية جديدة.